السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا حسب طلب المشتركين الأعزاء، وزي كل مرة هنلبي الطلب بتاعهم النهاردة. وزي ما هو في العنوان الفيديو، عندنا ضمرة عامة بفنجان القهوة. هتكون الضمرة دي حسب أول حرف من اسمكم. اختيار أول طائية طائية كاف لام ميم نون سين عين وضاد، أو اختيار الأسورة دي كأول فنجان. الاختيار الثاني ثاء صاد قاف راء شين تاء ثاء غين، أو اختيار الحجر اللي على هيئة قلب الأخضر ده كفنجان تاني. واختيار ثالث ألف باء جيم دال هاء واو زين حاء دال، أو اختيار الحجر البني العسلي دي ده عفوا اللي على هيئة ورقة شجر. يلا نبدأ على بركة الله مع أصحاب الاختيار الأول اللي الأحرف بتاعهم تبدأ بالأحرف دي، أول حرف من اسمكم، واللي اختاروا الأسورة بتاعت الذهب الأسورة دي. يلا نحط الفنجان بتاعكم والصحن بتاعكم من هنا من كده عشان نخلي شوية مكان اللي عشان نعمل القراءة. أول حاجة هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم، هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم هتقول لنا إيه عنكم دلوقتي. هاي كروت كبيرة وطويلة وعريضة ما أقدرش أمسكها بإيدين. يلا الطاقة بتاعتكم، طاقتهم هنا يعني ما بتشكرش الحكاية هنا. شوفوا بس الحمد لله، يعني انتم رغم الصعاب اللي انتم بتمروا بها دلوقتي، الفايف اوف وانتس هنا، الصراع اللي يعني دايرين فيه، الدائرة الحلزونية اللي انتم فيها ومش قادرين تخرجوا منها بسبب المشاكل اللي انتم فيها والصعاب اللي انتم فيه، زي ما نشوف هنا التو اوف وانتس، زي ما نشوف الست هنا واقفة على خيط واحد مغامرة بنفسها، بس قدرت انها تمسك التوازن بتاعها رغم الصعاب اللي موجودة في حياتها. وغالبا فيه مشاكل يعني معظمكم مشاكل عاطفية، سواء متزوجين في علاقة ثلاثية زي ما نشوف هنا، سواء انت يعني في علاقة مع رجل ولم تتضح الامور لك المستقبلية، فعشان كده انت عاوزة تعرفي وتفهمي ايه اللي هو مستخبي واللي يمثله كارت The High Priestess. اوكي، بما انك في حيرة وفي دوامة وعايشة زي كده، هنشوف دلوقتي بيقول ايه الضمرة بتاعتك في الفنجان بتاعك. اولا هنشوف الصحن بتاعك. لا والله الصحن بتاعك يا بنتي، يعني شوفوا كده الدموع اللي هنا، شايفين شايفين الدموع دي ليه كده؟ يعني مش حاجة كويسة الدموع دي كلها، شايفين يعني دمعة ورا دمعة دمعة ورا دمعة، مش عاوزة تنتهي. هنا في صورة عين، غالبا انتم دلوقتي في حاجتين يعني ترمز ليهم العين دي، العين دي اللي انتم شايفينها كده هي دي. اولا انتم مصابين بعين، استنوا لنا ننزع الدمعة دي، انتم مصابين بعين والعين دي مش مخلياكم يعني تحققوا حاجات في حياتكم، حاسين بنفسكم طهقانين وزهقانين وعندكم خمول، مش قادرين تعملوا اي حاجه. كل ما تفكروا بالليل تقولوا انا بكره هعمل حاجه، تصحى الصبح يعني ما تعملوش حاجه، تقعدوا زي ما انتم يعني كل يوم. والحاجه التانية اللي بترمز ليها العين دي،
هي انه يعني انتم يا اما انتم بتراقبوا حد، يا اما انتم في حالة مراقبة، يا اما انتم بتراقبوا يا اما انتم مراقبين. ايه بتقولوا الصحن بتاعكم ده حاجة تانية؟ في هنا زي ما نشوف كده رقم 3 اهو، رقم 3. يا اما انتم في علاقة ثلاثية، يا اما انتم منفصلين منذ 3 اشهر، او احد ارقام يعني تاريخ ميلادكم برقم 3، فيه رقم 3 كمان يرمز الثلاثة دي الى حرف العين. هنشوف الاحرف اللي مكتوبة هنا. شوفوا هنا، مش عارفة إذا واضحة قدامكم، أهو الميم، أهو الحاء، أهو الميم بالغامق، وهنا الدال يعني محمد، أهو الميم والحاء والميم والدال محمد. فيه كمان حرف النون اللي هو هنا اهو، حرف النون وحرف التاء اهو، حرف النون موجود هنا. شوف لو يعني تفتكروا السفينة بتاعت زمان اللي فيها الشراع كده، هنا في نوع من السفينة كده مقطوعة في الوسط بالأشرعة بتاعتها التلاتة، شايفين اهي مقسومة على الطرفين، وهنا مش عارفة بيقولوا ازاي بالعربية، وده الأشرع الشراع بتاعها، يعني في زواج هنا، انفصال في زواج كان يعني كانت حياة كويسة فيه وحصل انفصال، حصل انفصال يعني طريقة بشعة، طريقة مش كويسة. فيه البعض منكم كمان مصاب بسحر ربط، شوفوا هنا والربطة هنا يعني ما فيش خروج، مغلوقة الطريق هنا. كمان للستات اللي متخلفش عملوا لكم عمل وعشان ما تخلفوش، يعني اهي زي البيضة، وهنا فيها يعني عقدة، اهي عقدة. فيه كمان حرف السين اهو، السين وهو موجود هنا كمان. في حرف الخاء اللي هو هنا اهو، خاء، ونون اهو النون، اهو الجيم كذلك، جيم النقطة بتاعته اهي، جيم النقطة بتاعته، والنون جن اهي النقطة التانية بتاعت الجن اهي، الجيم نقطة والنون نقطة، يعني عندكم السحر ده وحرف الواو وجن يعني ومس، للأسف يعني. أو اسم محمد كمان مكتوب مرة تانية، الميم الحاء الميم والدال محمد، استغفر الله.
هي كمان ثلاث يعني اتنين من المرصات بتاع السفينة. هي دي، استنوا هوري لكم الصورة عشان تكون متضحة ليكم. اهي الصورة دي، الآلة دي، هي هنا شوفوا مرتين اهي، من هنا مرتين، هنا اهي اهي الاولى، اهي التانية، واهي التالتة متكسرة. يعني في تزعزع بتاع السفينة دي اللي بتثبت السفينة في البحر، والسفينة اللي قلنا عليها هنا مقسومة في الوسط، والشراع بتاعها مايل كده عاوز يسقط، اهو الشراع بتاعها عاوز يسقط. وفي نفس الوقت يعني تعبر السفينة مع فقدانها للآلة دي ان مفيش توازن ومفيش استقرار في الحياة. حتى نشوف يعني الطيور دي هنا، الأشرعة دي بتمثل كمان زي الطيور في السماء، بس ماسكينها بخيط مش قادرة يعني تسافر بعيد. خلصنا مع الفنجان بتاعكم عشان الفيديو ما يقطعش، يعني مش هطول كتير. هنشوف الفنجان بتاعكم دلوقتي. يلا بسم الله. أولها الحية، الأفعى أهي، والرأس بتاعها هنا. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي هنا شوفوا، يعني مش عارفة إذا كان هيظهر لكم، صورة ضئيلة أهي لحرف الميم أهو، والميم موجود هنا كمان، حرف الميم يعني عدوتكم أو عدوكم الأفعى دي، اللي رأسها أسود كده فيها نقطة بتاعت العين، يعني هي اسمها يبدأ بحرف الميم، تكونوا ربما بتعرفوها. هنشوف الجهة التانية. استنوا، شفت حاجة؟ شوفوا هنا فيه قلب اهو، القلب، بس القلب ده دايرة بيه حية افعى، والافعى دي خارجة من الارض كده، شايفين عاملة يعني دايرة معاه، واهو رأسها، اهو رأس الحية. شوفوا كده يعني حتى جلدها مصور ودايرة كده على القلب، اهو رأسها. يعني في تدخل انسان او انسانه في حياه البعض منكم اللي هم متجوزين في علاقات ثلاثيه. واول فنجان بتاعكم من الداخل، غالبا انتم عندكم انفراجه من الحاله اللي انتم فيها دلوقتي، عندكم انفراجه وانفراجه قريبه جدا. وهتتحسن أموركم إن شاء الله، من أمور يعني من أيام معقدة وسوداء كده لأيام كويسة. انفراجة، شايفين يعني الفرق ما بين هنا والفرق ما بين هنا، عندكم انفراجة قريبة إن شاء الله، وهتزول الهموم اللي انتم فيها دلوقتي. استنوا أشوف أنا أولا في إيه بالداخل. يعني حتى في قاع الفنجان شوفوا كده يترأسه رأس أفعى، أهو أهو رأسها. مش عارفة إذا كان واضح في الصورة ولا لأ، استنوا كده، أه كده أحسن، أهو رأس الأفعى أو رأسها، وأهي العين بتاعها بيضاء كده. يعني سبب الهم اللي انتم فيه والغم اللي انتم فيه عدو، عدو تدخل يعني في حياتكم ودمرها،
وشوفوا وش المس اللي انتم اللي هو فيكم، يعني اهو عينيه، يعني حتى الممت على العين، يعني هنا اهو، هنا العين اهو، الانف بتاعه اهو، البق بتاعه، شايفين؟ يعني اهو وشه كامل زي ما لو كان عنده لحية، شايفين؟ اهو لحية بشعره بكل حاجة، عينين، انف، بق، لحية، وشانب، شنب وشعر كده. غالبا انتم مصابين بسحر اسود، اللي حارس بتاعه هو ده المس، والسحر الاسود اهو عينيه، يعني الوش بتاعه اهو العينين او الانف او البق، يعني زي ما لو كانت جمجمة وحش كده. للناس يعني اللي عملوا لها سحر كده. بس ابشروا ان هنا في القاع زي ما قلت لكم، احنا شفنا رأس الافعى دي اللي هي عينها هنا بيضاء ورأسها وحدها مقطوع، يعني هتتخلصوا من الحاجات دي ان شاء الله، اللي عملوا عملية نزع السحر، واللي قرارين انهم ينزعوا السحر ده. في حرف النون كمان هنا اهو، النون في رقم 3 صغير هنا اهو، يعني علاقة ثلاثية، تقدر تكون عشيقة، زوجة او ام، وحتنتصروا، يعني اهو حرف الفي يعني فيكتوري، فيكتوار، حتنتصروا عن الهموم، من الهموم دي، وتخرجوا من الأزمة اللي انتم فيها دلوقتي. الناس اللي بتسأل على سفر، عندكم سفر بإذن الله لوجود الطائر ده هنا، شايفينه؟ اهو الطائر اهو، يعني المنقار بتاعه، رأسه، جسمه، والجناح بتاعه كده مفتوح وطاير في السماء، وهو خارج من الفنجان هنا. استغفر الله. غالبا السحر اللي عمل لكم، عمل لكم في مشروب، زي ما نشوف هنا الكوباية، هنا شايفين الكوباية دي اهي، كوباية، واهو يعني البق بتاعها، الفوهة بتاعتها دي هي هنا اهي، زي ما لو كانت يعني فنجان قهوة، واهي الايد بتاعه، اهي الايد بتاعه، اهي الايد بتاعه، اهو الفنجان بتاع القهوة، واهي القهوة السودة في الوسط. في كلمة غراب هنا، يعني عندكم عدو كمان هو رجل، فيه مجد، ماجد، ليلى، فيه كلمة الله هنا اهي، الف، لام، لام تانية، واهو الهاء، يعني اهي الله والهاء هنا. فيه ياسين، فيه ياسين، ابن عبد الله، اهو ابن، اهو بنو، بنو النقطة، بنو عبد، اهو الدال، اهي النقطة بتاعت الباء، اهو العين، الباء، عبد الله اللي قلنا عليه من قبل، اهو الله، عبد الله ان شاء الله. فسارعوا على نزع عملية، يعني سارعوا في نزع السحر ده اللي عندكم، والحاجات اللي مش كويسة اللي عندكم، عشان انتم دلوقتي في أوسع بوابة الانفراجة بتاعت العلاج. إذا انغلقت البوابة دي مش هتقدروا تخرجوا من يعني من الأزمة اللي انتم فيها دلوقتي. عندكم بوابة العلاج مفتوحة، حاولوا تبدأوا في العلاج بتاعكم، أو إذا بدأتوا استمروا. ده كل اللي ظهر لي دلوقتي في الفنجان، للأسف ما اقدرش اطول اكتر من كده، لان الفيديو هيتوقف والتليفون ما يحملش اكتر من ساعة،
نمر دلوقتي لأصحاب الاختيار الثاني، لأول حرف من اسمه بالأحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر الأخضر على هيئة قلب ده، بحطه هنا. هنشوف أولا إيه هي الطاقة العامة بتاعتكم. يلا يا سبحان الله، نفس طاقة المجموعة الأولى. سبحان الله، شوفوا كده عندكم مشاكل دلوقتي وانتم يعني ماسكين التوازن بتاعكم على شعرة كده، حياتكم متوقفة على شعرة كده. انتم يعني زي ما نقول احنا في الجزائر عايشين بقدرة ربنا من كتر المشاكل اللي عندكم، يعني وتعديتم بحاجات مش كويسة، ودلوقتي يعني قدرتم انكم تمسكوا التوازن بتاعكم رغم المشاكل دي اللي حصل لكم بسبب علاقة غرامية كنتم فيها، وكذلك يعني انتم في انفصال. شوفوا كده Six of Pentacles، في انفصال ما بينكم، ما بينك وبين الحبيب، او ما بينك وبين الزوجة والحبيبة، وفي مشاكل حصلت ما بينكم، وفي فرق سن او عقيدة او في مكان التواجد، وانتم بتنتظروا عدالة ربنا زي ما نشوف كده. ان زي ما قلت لكم في الفيديوهات بتوع اللي فاتت، الكروت اسمها نفسها، بس المصممين غيروا او اضافوا بعض الاشياء على الصور الرئيسية عشان يعني يكون مفهوم الكرت واضح. دي هي الطاقة العامة بتاعتكم. يعني كل يعني انتم زي ما نشوف هنا، زي ما قلت لكم صابرين على حاجات كتيرة ومشاكل كتيرة، وعاوزين يعني تاخدوا توازن بتاعكم في الحياة دي من أجل يعني أن تكون العيلة بتاعتكم أو حياتكم متوازنة ومزدهرة. يلا. أو يعني هي اللي هي مش متجوزة، هي دلوقتي بتعاني من مشاكل ووسوسة وشك، أو يعني في صدد التفكير عن سبب عدم زواجها. نشوف الفنجان بتاعكم بيقول إيه. لا الحمد لله، أنتم بتبكوا بس مش زي الأصحاب القراءة الأولى، عندكم يعني دموع كده، دموع بتبكوش قدام الناس، تشتكوا لربنا بس، ما عندكمش يعني ما تحكوش أسراركم ولا همومكم ولا أحزانكم لناس آخرين، مش سايبين الحاجة ما بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى. استغفر الله. شوفوا كده زي ما لو كانت يعني رأس تنين، أهي الرقبة بتاعته، أهو وشه، القرن بتاعه، أنفه، بقه، أهي اللحية بتاعته، أهو عينيه، يعني زي رأس التنين، شايفين؟ في طاقة غريبة هنا، في حرف الحاء، في حرف البي بالإنجليزي يعني فيكتوري، بالفرنساوي فيكتوار، متكرر مرتين يعني انتصار إن شاء الله. كده لو نشوف يعني رأس التنين لما نقلبه كده بنشوف انها مقص العقرب، شايفين ايد العقرب مقص اللي عاملة زي كده اهي. شوفوا كده، أهو الحاء، أهو السين، وأهو الدال، حسد. عندكم عين وحسد، الحاء والسين والدال، أهو الدال، واضحة؟ الله شوية كده أوضح. الحاء السين، أو الحاء السين والدال، حسد.
مصابين بعين وحسد. وهنا بنشوف القلب ده الأبيض، انتم ناس طيبين وعندكم حس مرهف، يعني سي تري سونسيب كوم بيرسون، يعني ناس عندكم حساسية زيادة على اللزوم من الناس الآخرين، يعني حنينين وطيبين جدا. نفس الوقت القلب ده فيه رقم 3، علاقة ثلاثية، سبحان الله. شوفوا كده الحسد ده اللي شفناه في الصحن، ح س ودال، لو نقرأه كده بالعكس، س ح ح يعني سحر، والراء هنا سحر، اهو السين يعني الحسد بالمقلوب، نقرأها السين حاء، اهي الحاء، سين بالمقلوب حاء، ويعني بالمعدول معدولة، والراء بالمقلوب يعني سحر، والسحر ده سحر أسود، لذا كانت اللون ده اللي مكتوب به الاسم، يعني كلمة السحر ده. هي اسم منى كمان، ميم ونون، هاي النقطة منى اهو، كمان شوفوا كده سين عفوا والدال، شايفينه السين والدال، يعني سد، عندكم عوائق وعراقيل كتيرة في حياتكم، في حرف الدال كمان هنا، حرف الدال وحرف الذال، أهو الدال وأهو الذال كمان، استغفر الله العلي العظيم. ده في كمان الجبل ده، شايفين الجبل ده زي البركان أهو، وانفرج انفجر من الجانب، يعني زي ما لو كان البركان ده أخرج ما كان في داخله، ربما اتعصبتم مؤخرا وزهقتم من الحالة اللي انتم فيها دلوقتي، ده كل اللي شفته في الصحن. هنشوف دلوقتي الفنجان بتاعكم، نشوفه من بره عامل ايه، وبعدين نشوف الداخل. اولا نشوف القلب ده، سبحان الله خرج زي الفنجان الاول، القلب ده المربوط، يعني في سحر تفريق هنا، في سحر تفريق هنا، مش عاوز اخرب استنوا امسكه كده احسن، اهو فيه قلب مربوط، في سحر تفريق هنا، وفيه كمان اهو القلب مربوطة في الأرض، في سحر تفريق هنا، وفي كمان ربط عن الجواز للعازبات، البعض من كنا مش كل كنا، فيه رقم 3 هنا أهو، رقم 3 مكتوب 3 يعني مرتين، في حرف الخاء أهو الخاء أهو، فيه الراء، فيه الميم خمر أو الخاء نقطة، الميم والراء هنا خمر، ربما الإنسان اللي بتعرفوه أو أنتم بعلاقة معاه يتعاطى الخمر، في حرف الهاء كمان أهو، أهو الهاء يعني واضح، يعني مكتوب بالوضوح، هو زي ما لو كانت يعني حاجة معمولة بجلد الحية، بجلد الأفعى، شايفين؟ شوفوا يعني زخرفة الجلد هنا زي ما لو كان جلد أفعى،
مش عارفة إذا كان واضح. أيوة كده واضح، شايفين؟ وفي عقدة هنا، في ربط هنا، ويعني شوفوا هنا الربط مربوط كده وخارج الخيط من هنا. في سحر ربط زي ما قلت لكم، معمول بجلد الحية، بجلد الأفعى. الأفعى دي اللي دايرة كده، شوفوا كده من هنا، أهو جلد الأفعى، أهو الربط هنا مربوطة كده وخارجة من هنا، والأفعى أهي طالعة لهنا، أهو رأسها متلاقية مع أفعى أخرى، متلاقية مع أفعى أخرى جاية مع القلب ده اللي هو مربوط، يعني جاي يعني جايين مع بعض. سحر ربط وسحر التفريق. أهو الفنجان بتاعكم من الداخل أهو عشان تشوفوه كويس. هشوف فيه ايه بالداخل وبعدين اقول لكم. شوفوا سبحان الله زي ما لو كان عقرب، اهو الجسم بتاعه، اهو الديل بتاعه، شوفوا حتى يعني مؤخرة الديل بتاعه فيها ايه، يعني شايفين اهو الديل بتاع العقرب، اهو الجسم بتاعه، اهو رأسه، اهو الايدين بتاعه اللي فيهم المقص، شايفينه اهو كده اوضح، اهو زي ما لو كان عقرب، اهو الجسم بتاعه يعني الايدين بتاعه اللي فيهم المقص، واهو الديل بتاعه، اهو الديل بتاعه وفيه المنقار يعني المقص اللي في ديله، سبحان الله يعني، والارجل بتاعه يعني من هنا، اهي الارجل بتاعه كمان مرسومة، اهي الارجل بتاعه عقرب، برج العقرب، وعقرب يعني فيه سحر أسود كمان للأسف، بس في انفراجة ما تخافوش، يعني شوفوا من هنا الصفاء اللي في الفنجان وخارج كده، عندكم انفراجتين، واحدة من هنا وواحدة من هنا، شايفين اهي انفراجة من هنا وانفراجة من هنا، في كلمة الله هنا اهي، ألف لام لام وهاء الله، في حرف السين كمان، عندكم عدو، شوفوا هنا اهو رجليه يعني الكلب، رجليه الاماميتين، رجليه اللي بالورا، الديل بتاعه ورأسه، شوفوا عامل ازاي، واضح لكم اهو، اهو الكلب، رجلين امامية ورائية، الديل، الجسم ورأسه والاذنين بتاعه، لا حول ولا قوة الا بالله. الناس اللي بتسأل اللي عاوزة تعرف إذا كان عندها سفر ولا لأ، عندكم سفر بعد نقطتين، في جواز للبعض منكم، يعني الطريق اللي ما هي مفتوحة هنا زي ما لو كانت يعني أولا شجرة الكريسماس، يعني شجرة عيد الميلاد المسيح عند المسيحيين اهي، وهي بيضاء هنا من الجسم بتاعها، وفي نفس الوقت تمثل امرأة واقفة يعني لابسة فستان الفرح ابيض وشعرها كده اسود اسود، وده وشها يعني رأسها، ده الجزع بتاعها، وده اللباس بتاعها، ودي يعني الفوطة اللي تيجي فوق الرأس كده. عندكم فرح ان شاء الله، عندكم جواز، وغالبا يا اما انت برج العقرب يا اما اللي هتتجوزيه برج العقرب. في كلمة سجدة او ساجدة،
شوفوا الحمامة البيضاء دي، مش عارفة إذا كانت وقعتها هنا. استنوا كده أحسن، أظن أهو أهو وشها، العين، المنقار، فاردة الجناحين كده، والديل بتاعها. هي داخلة للفنجان، يعني في انفراجة من عند ربنا جاية لكم إن شاء الله، وعندكم ملوك وجوات حارسينكم. في انفراجة مادية ومعنوية، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ده كل اللي ظهر لي في الفنجان الثاني. اعتذر اذا كان الوقت قصير، لان الفيديو يعني ما يقدرش يوصل اكتر من ساعة. ناتي دلوقتي لاصحاب الاختيار الثالث، اصحاب الاحرف دي، او اصحاب الحجر العسلي ده اللي على هيئة ورقة شجر، ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم هتقول لنا ايه. يلا الطاقة العامة بتاعتكم هتقول لنا ايه. كارت ذا مون والكارت ذا بيج اوف بنتكل. شوفوا هنا، والرجل ذا هانج مان، ذا هانج مان يعني الرجل المعلق، والايس اوف سوانز. شوفوا هنا فيه يعني فيه كارتين متناقضين. ذا مون، شوفوا ذا مون فيه ايه، يعني فيه امرأة ماسكة بإيدها الطريق اللي هي وراها، شايفة؟ شايفين؟ وعندها أعداء، يعني زي الكلب بس مش كلب، يعني عندها أعداء بيترصدوا لها. في طاقة سلبية هنا كبيرة جدا، وفي حيرة، وفي أعداء هنا للناس. يعني أنتم حاسين إن عندكم أعداء وعندكم طاقة مش كويسة، طاقة سلبية. كمان الكارت ده بيقول إيه؟ إنه كان فيه سخاء وحياة كويسة من قبل، تحولت إلى جحيم للأسف، تحولت إلى خداع، إلى حزن، إلى يعني فقر، إلى شوفوا يعني من الضوء إلى الظلمة، من النهار إلى الليل، انقلاب يعني من رأسا على عقب، تغيير شامل في حياتكم إلى الأسوأ للأسف. أنتم في الطاقة دي ليه؟ لأن فيه حاجة اتعملت لكم مش مخليكم تتقدموا في حياتكم. ده هانج مان، رجل المعلق والمربوط كده، فيه ربط، فيه حاجة، طاقة سلبية منعاكم على انكم تتقدموا. فهنا انتم بتفكروا على الحل، الايس اوف سونز، على الحل اللي هتمسكوه بايدكم زي ما نشوف كده، وتقطعوا الحبال اللي ربطاكم عن التحرك عشان تقدروا ترجعوا للحياة اللي كنتم فيها سابقا ان شاء الله. دي كانت الطاقة العامة بتاعتكم. نيجي دلوقتي نشوف الصحن بتاعكم. اهو الصحن بتاعكم، ده فيه حاجات وحاجات. والله بتعب كتير لما اعمل قراءات زي كده. في حرف النون اولا، نون، شوفوا هنا حرف الخاء، نقطة، الراء، والباء، خراب، خرب، يعني حياتكم خربت للأسف لبعض منكم. بتقوليش قراءة سلبية ومش عارفة ايه زي ما بقرأ بعض التعليقات، يعني دي قراءة عامة، قراءة مشايفاها سلبية فمر لفيديو اخر وروح لقناة اخرى. انا مش هنا عشان اضحكك ولا افرحك، انا بقول الحقيقة اللي بشوفها. فوالله العظيم مش فاهمه ناس انا بيعملوا ديسلايك على حاجه ما تخصهمش، ديسلايك لقراءه عامه مش باسمهم. يعني كونوا شجعان وحطوا في التعليق ليه عملتوا الديسلايك،
مش تستخبوا زي الضعفاء كده. والله العظيم يعني حاجة بتضحك. نرجع للقراءة بتاعتنا. في ايه كمان؟ استنوا هنشوف كده من هنا. زي ما لو كانت يعني سحلية. اهي رأسها، اهو عينها، اهو ظهرها، اهو ديلها، واهو رجليها. شوفوا كده الرجلين المؤخرتين والرجلين بتاع القدام، اهي السحلية. بطنها، رأسها، العين بتاعها، اهي الرقبة بتاعتها هنا تخلق رأسها، يبدأ من هنا، وظهرها وديلها، اهي سحلية واضحة. اعتذر عن الاصوات دي، يعني احنا 12 بالليل وشايفين يعني الاصوات في العمارة. شوفوا هنا كمان كلمة حمد، حاء ميم داء، وفي نفس الوقت خاء، اهي النقطة، اهو الخاء، اهو الطاء مرسوم، يعني ما تقولوليش مش شايفينه، اهو الطاء، واهو الراء، يعني خطر، انتم في خطر، اهو يعني حاولوا تساعدوا نفسكم او تخرجوا من الطاقة السلبية اللي انتم فيها دي واللي معرقلة حياتكم. في ايه كمان؟ في تذبذبات كتيرة في حياتكم زي ما نشوف كده، يعني في تذبذبات كتيرة. في حرف الداء الذال، اهو الذال والنقطة. في كمان كلمة اهو الجيم، نقطة، جيم، نقطة، دال، والياء، نقطتين، يعني جدي، برج الجدي. كلمة محمد، الميم، الميم، الحاء، الميم والدال. في كمان رقم ثلاثة، وفي نفس الوقت قلب، يعني علاقة ثلاثية. اهي كمان حرف النون، نار، طاقة نارية، في نفس الوقت السحلية اللي شفناها من قبل، اللي هي دي اللي رأسها هنا وعينها وظهرها وبطنها وذيلها. في نفس الوقت لو نقلبها كده هنشوف انها قوقعة السلحفات، يعني بالرسوم بتاعها بكل حاجة. شايفين قوقعة السلحفات؟ اهي، واهو رأس السلحفات، اهو العينين بتاعه، اهي رأسه. يعني في بعض الاسحار بيعملوها في قوقعة السلحفات، وترمز السلحفات كمان على تقل الحال، يعني توقيف الحال، لان السلحفات لما بتمشي تمشي ببطء شديد كده. ده كل اللي شفناه في الصحن بتاعكم. نيجي للفنجان بتاعكم، اهو الفنجان بتاعكم من الداخل. نشوف من بره ايه اللي هو مستخبي. شوفوا هنا البعض منكم سرق منه الحذاء بتاعه، أو الساق، أهي الرجل، يعني فيها حذاء. في حد سرق الحذاء بتاعه أو حاجته، عفوا، عمل له فيها سحر. يلا نشوف بالداخل فيه إيه الفنجان بتاعكم. البعض منكم هنا يعني بيجري وراء أوراق، وراء حاجة فيما يخص الحكومة، وانتم يعني كل ما تلقوا حق، كل ما يعني تلقوا نفسكم توصلتم للحاجة دي بيطلبوا لكم حاجة أخرى. فدايما يعني عايشين في دوامة للجري وراء الأوراق والوثائق دي،
في وثائق معلقة انتم بتجروا على وراءها مدة 3 سنين 4 سنين كده، وانتم دلوقتي تعبتوا من الجري ده كله بدون تحصيل على اي نتيجة. عفوا، عندكم انفراجة ان شاء الله عن قريب، هتتحل الامور بتاعكم بعد 3 نقاط كده. شوفوا هنا ألف، أهي ألف الحاء الذال، النقطة بتاعت الذال والراء، احذر. يعني وقفوا الفيديو وشوفوها، يعني غريب الفنجان بتاعكم والصحن بتاعكم. في برج العذراء، استغفر الله، شوفوا وش الست دي، مش عارفة اذا واضحة كده، اهو وش الست دي، اهو الوش بتاعها، اهو عينيها، اهو شعرها. شوفوا في نفس الوقت يعني ازاي بتضحك ضحكة صفرة على الجنب، اهي اهو بقها ضحكة صفرة على الجانب كده، اهو عينين بتوعها، اهو رأسها، اهي او شعرها. يعني انسانة مش كويسة، دايما بتتبعكم بعينيها بالحسد بالغل اللي فيها. غالبا الانسانة دي يا اما عندها قط او كلب بتربيه. شايفين هنا اهو الوش بتاع القط، اهو وش الست ووش القط دلوقتي، اهو الوش بتاعه، عينيه، انفه وبقه، وعنده اذنين بتاعه، عشان تعرفوها مين هي. كمان ايه، البعض اللي بيستنى سفر، للأسف دلوقتي مفيش سفر، كل الحاجة مشربكة قدامكم. في اسم سماح، اسم أحمد، في كمان محمد، في علي، عمر، إيمان أو أمينة كده. يعني الكتابة صغيرة ما فيش إزاي أوريها لكم. يعني بس شوفوا مهما يعني اللي حصل لكم في الماضي، هتفرحوا بالحاجة اللي انتم بتستنوها. شوفوا زي ما لو كان رجل او امرأة واقفة هنا، ادي الرأس بتاعها، زي ما لو كانت ماسكة كده في ايدها كده وعاملة دراعيها كده وبتلعب مع صبي في ايدها كده في السماء، اهو رأسه او دراعين او الجذع بتاعه، زي ما لو كانت امرأة او رجل كده، وشه هنا، الجذع بتاعه هنا، والدراع بتاعه مرفوعين للسماء، ماسكين طفل كده امام البوابة دي. يعني انتوا كمان عندكم بوابة العلاج، يعني انفتحت منذ مدة قليلة مش طويلة، فحاولوا تستغلوا عشان تخرجوا من هنا وتعالجوا نفسكم. هتلاقوا مساعدة من الانسان ده اللي يعني يوريلكم الطريق هنا. والبعض عندكم والبعض منكم عفوا عندكم ملوك وجواد بيساعدوكم. البعض بيسألني يقول لي ايه معنى الملوك والجواد. الملوك والجواد هم روحانيات تحصلوا عليهم عن طريق الام او الاب، وهم ناس طيبين، يعني ما يحبولكمش الاذيه، بس يزعلوا منكم لما تعملوا حاجات مش كويسه. فانتم عندكم ملوك جواد مكتسبين من عند الاهل اللي هم دول اللي ماسك الطفل ده، وتوري له في الطريق الانفراجة دي عشان يخرج من الأزمة اللي انتم فيها دلوقتي. استغفر الله. فيه يعني من الجانب المادي
في انفراجة مادية إن شاء الله بعد 3 نقاط ونصف، يعني يا إما 3 أيام ونصف يا إما 3 أسابيع ونصف، هتكون عندكم انفراجة مادية إن شاء الله وإمضاء على عقود. إن شاء الله بقدرة ربنا. وصلنا دلوقتي لنهاية هذا الفيديو، ما أقدرش أطول أكتر من كذا، أعتذر. أرجو أن الموضوع يكون عجبكم، وإذا كنتم عاوزين مواضيع زي كده فما تنسوش من فضلكم أنكم تقولوا لنا في التعليقات رأيكم والمواضيع اللي أنتم عاوزين نعملها عليها فيديوهات. واللي عاوز قراءة خاصة مدققة ومفصلة ما عليه إلا الاتصال بنا عبر الإيميل الموجود في صندوق الوصف تحت جميع الفيديوهات، لكي يجيبكم مدير القناة عن ثمن القراءة الخاصة، ويعني فيما يخص كمان عمليات نزع السحر. شكرا لتتبعكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى. مع السلامة.